السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدو مساء الخير، انظر إلى هذه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبي ويا أصحابي ويا أصحاب، أهلا وسهلا بحضوركم لتشاهد هذا الفيديو. الآن أنا سأتحدث وأنا سأسأل الأسئلة إلى أخينا مرسل، كيف ما رأيه عن رمضان؟ يا مرسل كيف حالك؟ الحمد لله بخير. مساء الخير. مساء النور. مرسل، ما رأيك عن شهر رمضان؟ ما هو شهر رمضان لك؟ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو صوم الإمساك عن الأكل والشرب وماذا الإمساك عن الشهوة وكذلك وما أشبه ذلك. ما نسأل، ما الفرق رمضان؟ ما الفرق شهر رمضان هذه السنة مع شهر رمضان في السنة الماضية لك؟ ما فرق أو كيف البيئة أو ماذا كيف؟ لأن هذا أول مرة عشت في هذه الجامعة وأنا أسكن في المعهد سنة أبل العلالي، أشعر هناك فرق معين. لماذا؟ لأن في الماضي، في السنة الماضية، في شهر رمضان الماضي، أنا عشت في معهدي في مدى درجة المدرسة العامة، وهذا عشت كل يوم كلما أذهب إلى أي مكان، وكذلك مدى أدرس ومدى سحور ثم إفطار هكذا مع أصدقائي، وهكذا مدى شعرت بالسرور. ولكن الفرق في هذه السنة رمضان يعني لابد علينا مدى أن عشنا نفسي. نعم، ما أكون في يوم هذا نأمل بنفسي. نعم، لأن ماذا عشت في درجة الجامعة. هذا علينا أن عشت نفسي. ثم مرسل، كيف ما طريقتك في تحافظ على صحتك عندما رمضان؟ كيف ما أنت تصوم من صباح من صبوح حتى مغرب، كيفما تحافظ صحتك؟ طيب، يمكن حافظ على صحتي يعني ماذا فقط؟ أنا يمكن حينما أشعر بالتعبير، نعم، ويمكن أعمال، يمكن الأعمال هذا أفعال الأعمال هذا ليس كثير ولكن قليلا فقط، وهذا أحافظ على صحتي. والآن تقول طالب في جامعة مولانا مالك إبراهيم، كيف ما أنشطتك في يومية؟ ما أنشطتك في يومية إلا تعلم؟ طيب، أنا أستعمل ماذا؟ أستعمل التكنولوجيا كمثل الجوال والحاسوب وهذا الاستخدام لأخذ المنفعة منها. ما تأخذ منفعة منها؟ يمكن هذا المنفعة ليس فقط في العلم ولكن نلعب وكذا نشعر بسرور. نسعى كل يوم نصوم، هذا يمكن تعالى في مدى شهور مدى تعب الفكر فهو هناك في مجال موبيليج لا يقدر نلعب الفكر فهكذا هكذا الاستراتيجية هكذا استراتيجية. ويمكن مدى استعمل لي قراءة الكتب مدى الابلكيشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أصحابي، هنا مع يوغا سأتحدث عن شهر رمضان.
مساء الخير يا أخي. مساء النور يا أخي. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وكيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. هل أنت اليوم تصوم؟ الحمد لله أصوم. أصوم. إذا رمضان هي الواجبة، شهر رمضان هي شهر الذي واجب على كل مسلم للصوم، يعني لعمل الواجبة لعبادة، يعني يمكن كذلك. كيف تحافظ في شهر رمضان؟ أنا طريقتي في تحافظ الصحة في شهر رمضان، يعني عندما صار يعني أنا أكل الرز، إذا ليس الرز، إذا أنا أكل الخبز، ثم استراحة، ثم يعني ممكن كذلك. وفي الليل أنا لا أنام الليل جدا، لا في القرآن نعم الليل لا إن شاء الله نعم يعني ممكن كذلك. يلا أنشطة في شهر رمضان، يعني أنا والآن أنا أقول كنت طالبا في في الجامعة مولانا مالك إبراهيم، وطبعا أنشطة ليس مع ماذا يعني التعلم في الصلاة، أنا تعلم في النهار، أنا تعلم في المساء أنا هذا إفطار التأجيل. نعم نبحث التأجيل في المسجد. نعم مسافر في كل مسجد، دان نبحث التأجيل ممكن كذلك سمع في الليل أنا صلي التراويح بعده تدارس. نعم تعليم. نعم تعليم وليس لا تنسى التعليم، تعليم القرآن وتعليم أكثر ليس ألفا. نعم ليس ممنوع لا يجوز ألفا. ماذا؟ أدوه لأن ألفا لا بأس ممنوع لا يجوز. نعم شكرا يا مجل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terkait tayyib al-an fi syubbakina satahadathu ma akhina zawad an syahr ramadan hunaka an siha wa ghubur dalika pada an mungkin kaifa ra'ayuhu an syahr ramadan hadhihi sana wa suratul maduh ya. طيب زور كيف حالك؟ الحمد لله بخير والعافية. مساء الخير. مساء النور والسرور. الحمد لله. الآن كيف رأيك عن تعريف ماذا؟ ما هو شهر رمضان؟ شهر رمضان أي الجموحان خلق جدا. Ya Ramadan imsak naf an akli wasyarab wa tasyahhud. Idan kaifa ra'ayuka al-farq baina syahr Ramadan fi hadhihi as-sanah wa fi sanah al-madiyah? Fi hadha syahr wa fi sanah al-madiyah. Fark jiddan. Kaifa tastati an takul fark hadha? Li anna في سنة الماضية أنا في شهر رمضان في المعهد، لأن في المعهد أنشطة كثيرة من جيد، لأن يوم صلاة سحور وبعد سحور قراءة القرآن إلى صبح صلاة صبح وبعد صبح تعليم وتعليم وتعليم. يمكن لأن في هذه الجامعة
ماذا المجتمع متنوعا هكذا يمكن يفسد ماذا يومياتنا هنا مثلا سواء بل في معهد أطيب أطيب لأن في هذه الجامعة أكثر معاصي إذا كيف تحافظ على صحتك حينما طلع شهر رمضان؟ أنا في سحر أكل الرزاء و تراب تمر تراب ايه تلاتة تمر لأنه سنة تحافظ على صحتك. إذا كما عرفت من الأشياء التي تفتر الصيام؟ تفتر لأنه أنا أطلب التأجيل من مساجد لأنه كثير من البركة. لا الأشياء التي تبطل الصيام. تبطل الصيام ربا ونميمة. ربا ونميمة هذا لا يجوز يا مشاهدة يا أخي. لا يجوز ربا ونميمة هذا لا يجوز يبطل من صائم ممنوع. إذا طول شهر رمضان هذا ما أشتقته صح قيام أبدا قيام الليل أستجد من النوم ما تبدأ وقيام الليل وقيلة الجمعة بعد ذلك سحور وبعد سحور قراءة القرآن إلى الصبح الصبح صلاة الصبح وبعد الصبح أنام لأن نوم صائم بركاته.